بدي بدك نبيك، لحظة، يعني نبيك ناك فشل العرب صح؟ فشل فشل. نبي وناك اشرف اليهود، لك لك امك كيف خلفتك وناك يا سيدنا نعمان؟ المسيحيين، كيف خلفتك امك؟ وناك كيف كيف؟ قريش في بدر وأحد والأحزاب. كذاب 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 لا هو كذاب انت هو ناكهم، شو نسوي بما انه ناك كذاب يعني كذاب. يحكم. الرسول بعمره ما قتل ولا عمل، هنهم كانوا يهجموا على الرسول محمد، هنهم كانوا ليغزوا محمد الرسول، وهنهم كانوا كانوا يعملوا ينكون النبي الهجوم محمد عليه. هو. انت عم بتدنس وعم تكذب على الرسول محمد. حسب اللغة العربية اللي انت ابتكرتها الآن انه قريش ارادت انها تنيك النبي محمد. كيف يعني بتني؟ فشلوا هنهم، فشلوا بصرمايتي، هنهم بدين يكون نبي محمد؟ ايوه فشلوا ناكوا بصرمايتي. الصحابه في البدايه وبعدين ارادوا انه ينيكوا النبي هلا محمد. اسمع لي اسمع لي، انت ايش لك عند النبي محمد؟ انت ايش لك عند النبي محمد؟ انت اللي بتقول. نحن منعرف، ونحن بنحب السكس، ونحن بنحب الخمر، ونحن كذابين، ونحن منافقين، اتحل عنا يا اخي، يا اخي انت اتركنا. اللي جاي عندي، انا مالي دخل بك، انت انت انا اللي جاي داخل عندك عندي. لانه بده قطع لسانك، انت عم بتهيني وعم بتهين ابوي وعم بتهين امي وعم بتهين الاسلام. مليار مليار ونص، انت زلمه مالك مصلي على النبي؟ نبيكم اللي أهانكم، نبيكم مالك علاقه في اللي نحن فشل، لاعبين واحد نحن. اسمع نبيك قل اللي لي فشل، لحظة، قل نبيك لي، اللي فشل إنه يربيكم ويحط جواكم الأخلاق، مربينا على هو اخلاقنا اللي هذه، يبهدلكم هاي البهدلة. مربينا مع كل الظلم ومع كل حكامنا بنصبوهم هنن الصليبيين علينا، ومع كل شيء مع اننا أنت متعايشين. وين عايش يا شو نجيب؟ في أي انتبه دولة؟ انتبه انتبه لك، متعايشين جاوبني جاوبني، وين والمسلم عايش؟ مسالم، والمسلم انت مسالم تجاوبني وين بس عايش؟ قتلته بدون انت عنف. عايش بس انت بالمانيا، مندس انت ليش ليش؟ عايش بالمانيا عند الصليبيين صاغر. والله ما نبي المانيا، لكان وين باي دوله؟ ما فشلت قلك ولا بدي اي خلك، خلاص، ولا يجي الشرط انت يخلك. بتخاف تقول، انت دائما اخاف هكذا خاف لك مثل يا زلمه، نبيك مين بدي بتخاف. خاف؟ بس قل لي من اذا ما بتحسن تمشي من مين بدي خاف؟ لك اقسم بالله العظيم لو اعرف اني بدي اشوفك وجه لوجه ما ولا فرجيك حالي، لا فرجيك قلبك في عينك، لا طلع لك قلبك خلاص فرجي افتح لي فيها. الكاميرا وانا بس اشوفك. المشكله انت قاعد كان متحصن في اربع حيطان وما بتطلع لبرا بطول، ويعني وقتلك يعني او دشينك. انا بدي الله يشيل لك لسانك خلاص، اتوكل امي. ها والله بدك مو تحكي؟ قادر يعمل لي اي شيء، لو كان يقدر كان عمل. لا هو ولا انتم قادرين تعملوا شيء. بدك تحكي بدك تحكي، احكي بامور السياسه، قول يا اخي عندهم تقصير لا انا بتكلم في بالقانون. امور الشارع، انا رجل تبع ربنا. منين تبع ربنا؟ منين من تبع ربنا؟ انا رجل تبع الشريعة، تبع ربك. لا انت تبع الشريعه، احكي في ربك انت، لا تحكي في ربنا ولا في ديننا يا اخي. نحن ربنا اتكلم في ربك ونبيك. ما بيصير ما بيصير. اسمع يا محمد صلاح بيصير اقول لك، يا لا تفكر انك بيصير، تطلع تتكلم. لما تخرج وتعتذر عن قلة أدبك وقتها ممكن أتكلم معك بطريقة ثانية. انت عم تستفزنا، انت عم بتجيب طيري حتى لو معتقدنا استفزك وكتابنا وقراننا أنت، ونبينا. لأن كتابك مليء بقلة الأخلاق. ما هي شغلتك، مو انت اللي لا بتعمل شغلتي، في شغلتي لما يطلع ما هي لي ناس شغلتك. مثلك يسبوني عشان يدافعوا عن هذا الكتاب تصير شغلتي. مين انت؟ اسمع اسمع، غير محتواك وشوف انا بدي اسبك. لأنه أخلاقي أنا أفضل من أخلاق نبيك. كذاب في صرمتي، انت فشرت، انت عاهه، لا مش فشل، انت دابي، انت كل دابي، الناس تعرف انه انت اخلاقي انا دابي افضل من اخلاق نبيك وافضل من كذاب. اخلاق قرانك الا اللي عاشق وافضل لك، من الا اخلاق المنافقين اللي عاشق صحابة لك، نبيك. الا المنافقين اللي عاشق لك، الا وانت وطائفتك المنافقه اللي عاشق لك، اللي طلعت من لحم على الاقل انه من انا ما رحم بجي ثدي. انيك حدا عشان ادافع عن شغلة ثانية. ما بنيك حدا، غير محتواك، ما حدا بيجي يجمك بطول. روح احكي بامور ما غير السياسه. محتواي، راح ابين هذا الشيء للناس وابين كيف انه هذه الشريعه بتخلي الناس اللي بتتبعها اسمع قليلي يا الاخلاق. حيوان، الشريعة فيها وراها مليار ونص، وفيها من العلماء وفيها من ولا الجن. فيها ولا اتري حاجه، حالك، خليك والدليل لحالك. انت، والدليل انت، دليل انت جالس عند الكفار تعيش عندهم وتركت الشريعه. ما تركت شريعتي، عم بصلي اكيد تركت وبصوم الشريعه. اسمع عم بصلي وبصوم ما وبزكي بتصلي، ما بتصلي انت، وبالعشر. انتبه علي، انت ما بتصلي، ما بتصلي اسمع علي، واللي عم يصير عم بصلي ولا وصلاتي بتصوم هي اصلا. واحد حشاه جالس 24 ساعه بتدخن، شو فشرت بتصوم فشرت صوم؟ ايه معلش انا حش خيو تعلق لك. نحن زناديق، نحن انت بتسمع انت بالزنديق. قلت هذا الكلام بنفسك، قلت انك انت واحد سكرجي، شو لا لا حيث انا عم بقول بتصلي لك هلا بالصوم؟ وبرجع شو بقول هذا لك، الكذب؟ نحن موسي كل كذبين. الناس تعرف انك يا يا مجيد واحد بندوق يا سكرجي، شو بندوق يا بتصلي يا بالصوم؟ يا بندوق، العمل انه العمل يا فقط زلمه، الله بتدافع حاط عنك صوتك انا كله رسول بلسانك. فقط في التيك توك. اسمع على اسمع الارض، اسمع اسمع، عرفت كيف رجيت تهربت من بلاد المسلمين جيت لبلاد الكفار عشان تعيش ذليل بيناتهم. نحن عشنا 400 سنه باحسن ما يكون بالدول الاسلاميه كلياتها، بس هلا وقت اللي غش حطوا الحكام هنون
بعدنا نحن كنا قاعدين هونيك ولا هون نفس الشيء، عم يسرقونا من هونيك بيعطونا هون. حبيبي حبيبي هذا انت اللي مسلي، هربت من بلاد المسلمين هاي اللي وجيت مسلي صاغر تتسوى حاجة للحياة صغير عند ولا الكفار. حاجة صغير وحاجة كبير. خيي تعال اقول لك، نحن مثل ما قلت انت، نحن حشاشي ليك، نحن ما احسننا، نحن بنحشش ونحن ما منيحين ما ونحن اقول ما لكم بنسرق. حشاش سكورتي، هو بيقول ايه عن نفسه. يعني يعني لك انا بدي اجي مثل ما بدك، مزبوط، حل عنا حل عنا يا اخي انت اللي يا اخي، داخل عندي، انا مو داخل عندك، انا داخل عندك انا لحتى اقول لك جالس في كلمتين، ما بيتي بدك تسمع. فاتح باب اسمع بتكلم مع ليش اسمع اصدقائي واحبابي. اسمع، شلون انا بدي اسمع مسبه نبيه وبدي اسكت عن امك وعن ابوك وعن اطلع عمك؟ من هذا البث وانت ما راح تسمع شيء. اسمع انا كل يوم بدي افوت جحش لك بس وقال لك تعرف ابي المشكلة شرموطه وين وقال يا لك يلعن روح مجيد؟ امك تعرف انت ويلعن على روح فكرة، ابوك على فكرة يا يوميا. مجيد لحظة خليني اقول لك، ليك بدل انت بس حتى لو شوفك طلعت من هذا البث كلام محمد صالح راح يكون جوا مطبخك عند زوجتك عند يا اخي، بناتك عند روح حل عن اولادك غيري يا عند زلمه، حل اهلك عن عند غيري روح ناسك، ما روح تقدر توقف حدا ولا تسكت حدا، انت ذاك الزمن. حبيبي. وين ايش بدك اعمل؟ عم نقول لك عيب عليك انت، عم بتهين عيب مليار على نبيك انه عيب يغتصب على طفله شرفك عمرها يا تسع ابن الشرموطه، سنوات لا تجيب طاري نبيه، نبيه عيب على اشرف من مليار ابوك وعيلتك و700 كلها مليون مسلم يدافعوا يا عن رجل عرب، مغتصب. نبيه اشرف من امك ومن عيلتك ومن اللي خلفوك ومن من من سلسله دي سلسبيلك يا جحش. اعترف في هاي الشغله يا جحش، انت هاي اللي انت غاير كيف زبك ما بيقوم معك، وشلون نبيه كان متجوز انت ليش 50 60 مركز مع الزبي؟ انا انت. زبي لو قام فلا او لا ما لا قام ما راح انت ادخله مركز على هاي، ولا وشلون ادخله شلون بحدا اتجوز انتم اربعه وشلون التانكين. اتجوز خمسه والله شل لنا انت حل لك لحظه من لحظه، تحت انت ليش يعني ليش تصور. ليش نبيكم طلع المخ جوا راسكم حط جوات الزب، يعني فقط لا بتفكرون لا لا بالزب حطوا في قبل عك النهار. انت الملحي تحط ليك، انت رايح وراجع على النبي، تجوز عائجي واغتصب وعمل وشال وحط. لانه كان النبي مغتصب شو اشرف اسوي له منك، عليه الصلاه اسمع النبي والسلام؟ اشرف منك، انا طالع عم لا بقول لك مش النبي اشرف مني، غلط انت اشرف غلطان منك ومن اللي لك. ايش والله انت مش اشرف لك انت منك. لك الحذاء تبعهم لانهم حذائي يا زلمه، لك لا ما تشبه حذاء لا ممكن تراب يكون اشرف منكم عليك. انتم، لانه نبيك ما كان يحشش بس انتم بتحششون. اسمع علي لقلك لك ابعد، نحن ما يا اخي نحن مقتدي في انت هذا النبي، بتعرف انه انت لا تقدر لا بتقول لي ابعد ولا غير ابعد، نحن عرفت كيف؟ بنحبه يا اخي والسبب الوحيد يا يا مجيد خليني اقول لك شغله اللي انت ما بتعرفها، اسمع السبب انت الوحيد بتحترم لحظه الراي، انت خليني بتحترم اقول لك الراي، شغله اسكت انت شويه، بتحترم الراي، لا طف لا الراديو بتحترم شوي، الراي، طف الراديو، انت بتحترم. طف الراديو شويه. السبب الوحيد انك انت قادر تتكلم لانه محمد صالح بيسمح لك بذلك، فانت ما عندك، انت مش في موضع تقدر تقول تمنعني او تسمح لي. كيف هيك؟ انا عم بقول لك، مو انت بتطلع بتقول انا انساني وبحترمه، انا انساني وبحترم الناس لا انا ما بقول انا بحترم النبي ولا بحترم القرآن، القرآن كتاب اهبل، كتاب مليء طيب يا بالسوء جحش، والاشرار، ما كيف بتحترم مين؟ احترمه؟ طيب ما بتحترم مين؟ ما بتحترم البشر اللي حكين مليار ونص بتحترمون؟ لا 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 انا ماليش اطلع علاقة انت بالبشر، انا لي علاقة بهذا النبي. لك انا ورا هذا نبي النبي، ورا هذا نبي النبي مليار ونص. شريعته لحد الآن، بس اسمعني يا مجيد بس أريدك تفهم، هذا نبيك أنا ما عنديش مشكلة معك كشخص، أنا مشكلتي مع هذه الشريعة اللي لحد الآن لا الناس الشريعة تقتل وتضرب ليش وتنكح ليش؟ وين وتغتصب قتلوا؟ وين قتلوا؟ وين؟ باسم هذا النبي. اسمع علي، وين قتلنا؟ وين؟ وين قتلنا؟ عم بكل نقتل مكان شيء؟ في سوريا، وين؟ أنت لو كنت لولا المسلمين في سوريا كانوا يطبقون شرع النبي محمد لما يا قتلوا مبعبص بعض. يا في مبعبص يا اليمن مبعبص يا مبعبص، إذا نظامنا المبعبص نحن، هو نبيك، إذا تريد إذا أكلمك نظامنا مو بأي مثلي يا طريقة جحش. ما عندي مشكلة، عرفت كيف؟ نبيك اللي كان يدخل معاه الناس من الجن ويعملوا معاه العمايل، عرفت كيف؟ ودخلوا جسمه ما أدري من وين دخلوا لما عملوا كذاب له السحر. فإذا كذاب. بدك تقل أدبك ممكن أبين لك نبيك شو كان ينعمل معاه. اسمع اسمع يا محمد صالح، يا محمد صالح اسمع، بدي ارجع بحكيك، ما بدي اسالك ليش بتجيب لي مسبي لحالك. اسمع علي يا محمد، أنا بكلمك عن نبيك. يا محمد نبيك يا كان محمد يغتصب الأطفال، يا كان صالح يقتل يا الناس، كان اسمع يرفع لك، يا عيب إيدهم عليك، عيب على من شرفك، على عيب. إعانتهم. نبيك كان يحط رأسه بين رجل الأطفال عشان يطلع إذا كذاب طلع لهم شعر كذاب، العانة ولا منين لا. هذا الحديث جايبه؟ منين نقله؟ نبيك أعطيك مثال على أخلاقه، كان يحط هاي رأسه أخلاقه بين رجل الحسن هاي. والحسين ويبوس بلبولهم الصغير، هذا لك أخلاق نبيك. لك هاي لك أنت كذاب، منين عم تجيب هاي السؤال؟ منين؟ لك أنا ما مين عندي كذاب؟ سؤال. أي شخص قرأ سيرتكم النبوية أنا قريتها، أنا قريت المختلفة السيرة النبوية، يعرف كل أنا هذا قريتها، الكلام، أنا هذا في قريتها كتب كذا. الأحاديث وكتب علمائكم، وعلمائكم بيدرسون هذا في الجامعات أنت واحد خجلان من نبيك، أكيد ما بتعرف هذا الشيء. ليش؟ لأنك بتحط أذانك أصابعك جوا أذانك عشان ما تسمع،
تخاف تروح تبحث في الانترنت تشوف هل هذا الكلام اللي بيقوله محمد صالح صحيح ولا هذا النبي كان بالفعل عديم الاخلاق مثل ما كان يقول. لا كذاب معدم الاخلاق وقارئ كل هذا الشيء وما كان لا يبوس لا من بين جريهم ولا شيء، كان يبوس واحد والله من كان جبهته يعمل هذا الشيء وواحد مع من الحسن عنقه من من هون، قصر. واحد بدي يموت كذا وواحد بدي يموت كذا، بقول لك اللي قاريهن وبعرفهن وانت عم بتدنس عم بتدنس عم بتدنس. ثاني شغله ما هذول اسموش يا جاهل، ما اسموش تدنس، اسمه تدلس. تدلس ولا تدنس على خيو خدنا على قد عقلي، معلش يا اخي نبينا نحن قبلانين فيه، انت ايش بدك منه موقف يعني من حتى لو الاسلام؟ كان ينكح الأطفال، لك يا ابو رضيانين فيه وبدنا اولا حتى عوانا لو هلا كان ينكح اسمع أبوكم وأمكم، لك اسمع يا خنزير ايش بده ابويا وامي وينكح وينكح فلان وفلان، ليش بتجيب المسبي أنا لامك؟ أريد أعرف بأي درجة ممكن تتقبل نبيك؟ اسمع انا نبي، ما اللي حكي اللي عم تحكي عنه مو مزبوط، النبي تجوز الآن بي جاوبني، لو نبيك، لو نبيك نكح زوجتك تتقبله؟ ما بيعمل هذا الشيء نبيه، لا هي من صح، ما اخلاق بده نبيه يعمل، ولكن لو عمل، ما بيعمل هذا الشيء، ما لو بيعمل، عمل، لو لا عمل، لو تتريق على عمل، نبيه، لو انت عمل، ايش لو عمل؟ عمل، ما في النبي ما عمل هيك جاوبني، من الاعلام أعطني، قل الدينيه، لي أقبل ولا لا؟ النبي ما عمل حبيبي، ما بيصير اقبل انا وما اقبل، ما جاوبني، بيصير قل لي هذا بتقبل مو ولا سؤال، لا؟ يعني ما بيصير هذا السؤال، هذا مو سؤال، خلاص خلاص، قل لي بتقبل هذا الشيء ولا لا؟ هذا سؤال غباء، شلون النبي بده يجي على لا، غباء؟ الغباء هو اللي بيتهرب من الجواب. لا انت غبي، جاوبني انت أنت، غبي، عندك سؤالك شرف غبي. أكثر ولا عندك اتباع لنبيك أكثر؟ النبي محمد شريف اتورطت اشرف يا منك، مدين، والنبي محمد اتزوج اتورطت على، اتورطت، جاوبني، لو نبيك، لو لا نبيك اطلع نكح الخرا يا زوجتك زلمه، لا تجيب تتقبل منه اطفالي هذا، ذلك ولا اسكت لا؟ يعني اسكت، شلون الصحابة كانوا يتقبلون، زيد بن حارثة تقبل ذلك. شلون تقبل؟ لا ما تقبل، ما تقبل، ما في النبي قال منها لك اجى هل تصحى. تقبل أنت مثلا، تقبل أنه تطلق زوجتك على أمر النبي وهو يروح يتزوجها وينكحها؟ النبي ما تقبل؟ امر طلق زوجتك وراح لو يتزوج، أمر هذا كلام انت بذلك، عم لو تدنس على أمر النبي، كذب بذلك، كذب كذب، ما امر فيه، كذب كذب، ما امر فيه، لا، كذاب بعد ما انت. شاف زينب، بعد ما شاف الرسول زينب، تزوج بعد ما على شاف سنة زينب في الله، غرفة على سنة النوم الله ورسوله، وشاف مؤخرتها وهي اتجوز انحنت أربعة شوية خمسة، لا وشاف تفترق لا صدرها تفترق، شوف صراحة على رب العالمين شو عملت أعجبت فيه. البنية، فأمر إنه زيد يطلقها فطلقها وهو راح يتزوجها، يا وبعدين أخي ضربها تمام بآيتين تمام عرفي، بدي أجي لك آيتين بالسر، عرفي، تعرف الآية إذا النبي العرفية، ضرب تمام، آيتين عرفي وتزوجها عادي. إذا النبي بدي يعمل هيك، النبي أنت كنت عم بتقول عم يسبي وكان عنده مستبيه من الآلاف، يعني هي شو لأنه بقى؟ ما كان يشبع، ما كان يشبع، كان لك ما عنده كان هوس يشبع، أنت بس نفسي بتشبع، أنت مثلك بس أنت. اللي ملك من تحت وعم بتفكر فيه ليل نهار، ليش يا الله عملت فيه هيك؟ أنا بدي أنتقم منك. أنت الناس عرفانتك كلها، أنه كيف الله شلك وما يكون معك وهرتكك كثرتك، والله لا تصير عبرة ما يضل غير راسك، فأنت كيف عم تنتقم من الله ومن بس الرسول؟ انت أنه ما ليش الله بتشوف فيه عامل هيك؟ يا وليش مجيد أنا عامل هيك؟ انه واحد أنت ما عنده إنسان، غير أنت إنسان لسانه عقلك تبين إزاي؟ وايد واحدة فقط، ها، أنت إنسان، وقادر أنت يعمل إنسان هذه عقلك تبين العمايل في إزاي؟ شريعتكم اسمع الغبية. اسمع، أنت إنسان عقلك تبين إزاي فقط؟ الرسول ليش اتجوز خمسة وأنا ما اتجوزت؟ وليش لا، هذا انتم بتفكرون بهذه الطريقة. انا عندي زوجة بحبها اكثر من، والله هذا يعني اي تفكيرك، حب يكون اي والله شخص اخر على والله انا وجهي. في قلبك، والله انا والله هذا تفكيرك، والله وبعرف ايش بتفكر، كيف كافي النبي كافي. عمل هيك طيب، هذا كان طبعا فاصل، كل يوم عندنا فاصل نموذجي مع أخونا مجيد، نبين لكم أنه الإنسان اللي يدافع عن الشريعة الإسلامية وين ممكن يوصل، وين ممكن عقليته يوصل. يقول لك نعم، أنا بدي أنيك أمي وأبويا لو يتكلموا عن النبي محمد. هذا هو أتباع الشريعة المحمدية لما يعني يكونوا في غاية القوة والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. وأخونا مجيد نموذج رائع من هذا النموذج. طيب، في عندنا مسلمين لسه بدهم يطلعوا يتكلموا. مرحبا يا محمد صالح، يا هلا يا حمزة، شلونك؟ جيد، اخبارك؟ شنو هذا جالسين بقهوة احنا؟ ما قلت لي يا شلون حمزة انت الالحاد؟ سني ولا شيعي؟ شلون الالحاد معك؟ جاوبني انت سني ولا شيعي؟ انا كردي. اوكي، شكرا لك. لا لا، مسلم مسلم. انا سني ولا شيعي؟ سني. هل انت حقيقي انك كردي؟ لا، عربي لك عليك سني. تكتب،
حمزة هل حمزة يجوز الكذب في الإسلام؟ هذه دعابة وليس كذبة. هذه يسموها كذبة بيضة. أي مثل وجهي. ما وجهك؟ لأن وجهك أسود من وجه الكلب. أنا جاوبني يا حمزة، ليش أنتم المسلمين لما بتحاولون تدافعون عن دينكم أخلاقكم يوصل لتحت الحضيض يعني؟ لأن أنت من شوي عم تستفز الأخ من الناحية العاطفية. أنا شو بعمل؟ أنا بجاوب وأسألك أنت. أنتم كمسلمين ليش أخلاقكم لما أنا آتي وأقول الشريعة الإسلامية بتخليكم ناس يعني عديمي الأخلاق والمروءة والشرف والكرامة وكذا إذا تمسكتم بها، فتأتون لتنفوا كلامي فتبينوا قديش هذه الشريعة بوظت أخلاقكم مثل ما أنت بتقول. أنت أخلاقك لأنه دقيقة. في شغل غريبي، إجا آلاف الرسل يا حمار وبلا احترام كبر سنك، آلاف الرسل إجت. مين هذا يا حمزة؟ مين هذا؟ هذا أنا، مو شغلك. مسلم سني، هاي من الغيرة على ديننا يا بغل، من الغيرة على ديننا. آلاف الرسل إجت نزلت وبلغوا في ثلاثة آخر الزمان، بدك تحكي على الدين يا تافه؟ والله أنا بشوف التافه هو الذي يصدق أنه في واحد نكح طفلة عمرها 9 سنوات وبعدين ركب بغلة يروح يشوف الله. يا حجي يا حجي يا مين هذا اللي حجي؟ كان جنبك يتكلم شخص. المهم انت عم تحكي عن مبادئ والاخلاق، انت من اين تاخذ مبادئك؟ لحظه حمزه، انت كيف تسمح لواحد ما عندوش اخلاق يجي يدخل في الحوار معانا؟ دقيقه، مبادئك انت، المبادئ والاخلاق تبعك من اين بتتعلمها؟ من وين تعلمتها؟ انا بتعلمها في اي مكان غير الشريعه الاسلاميه. باي اعطيني مكان واحد. في وثيقه حقوق الانسان. وثيقة حقوق الإنسان علمتك المبادئ والأخلاق اللي بتفضل الحيوان على الإنسان؟ طبعا لا، ما بفضل. لا يوجد في وثيقة حقوق الإنسان لا يفضل الحيوان على الإنسان. أيوة، وانت ايش سمعت في الإسلام شيء ضد المبادئ والأخلاق؟ طينة. مثلا أعطيك مثال في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية، أنا سمعت وقريت إنه في نبي عظيم جدا أتى لإتمام مكارم الأخلاق فنكح طفلة عمرها 9 سنوات. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها بس ما لحتى تزوجها بعمر 6 سنوات. بعدين السن لحظة حمزة، خليني أقول لك. دقيقة معك إيه، فهمان قبل ما تكفي. خليني أقول لك شغلة. اتصور إنه النبي هذا كان يروح لبيت صديقه أبو بكر، شاف تطلع طفلة تتنطط عمرها 6 سنوات، عرفت كيف؟ فقال أبو بكر زوجني هاي البنية، هل هذا أخلاق؟ طيب تزوجها تمام؟ السن قبل، على سن البلوغ قبل، مو متعلق. أنت ترضى أنك تتزوج طفلة عمرها 6 سنوات؟ سن البلوغ على زمانه ما هو مثل هلق. معلش جاوبني، ترضى أو لا؟ هلق في بنات أجسام. في بنات. السؤال يا حمزة، أنت ترضى أنك تتزوج طفلة عمرها 6 سنوات؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من عند الله سبحانه وتعالى. أنت يا محمد، ما اشتغل شغلي إلا من الله سبحانه وتعالى. حمزة هل ترضى أنك تتزوج طفلة عمرها 6 سنوات؟ يا أخي أنا ما برضى، بس النبي صلى الله عليه وسلم غير. أنت أخلاقك أفضل من أخلاق نبيك، فليش تتبعه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم غير. وداعتك إيه؟ وداعت عيونك. أنت أخلاقك أفضل من أخلاق نبيك. لو كنت يا عيني افهم انت اخذ دين، انت اخذ دين. هي انت اخذ دين من دنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها خطبه ما تزوجها وخلى فيها الا لحتى اجاها المحيط. افهم لا اجاها المحيط، ما عجبك تدنيس بالدين. لا ما دخل فيها لا اجاها المحيط. يا صديق حمزه ها انت جاوبني، انت ترضى انك تتزوج طفلة عمرها 6 سنين؟ اسمع لقلك، انا مثلا عمري 17 سنة. دقيقة انا فاهمك اياها. دقيقة انا مثلا عمري 17 سنة. انا مثلا عمري 17 سنة.
وشفت بنت عمرها 10 سنوات باخذ اذن من اهلها، هالبنت الي. افهم افهم، انا قلت هالبنت الي، ممنوع حد يقرب عليها. يا زلمه طف الراديو، طف الراديو. انك تتزوج طفله انا عجبتني بنت عمي، ولنفرض انا عجبتني بنت عمي، خيو انا بدي اخطبها هلا، هاي البنت الي. هذا اللي صار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى فيها لحتى جاه المحيض، وروح اقرا الدين مضبوط. جاوبني، انت ترضى انك تتزوج طفله عمرها 6 سنين؟ ومين عم يقول لك الرسول تزوجها ونكحها وهي عمرها 6 أو 10 سنين او 12 سنة؟ لا تخبص لا تخبص، لا توهم المشاهد انه الرسول خلى فيها وهي عمرها 9 سنوات، لا تخبص. تزوجها بعمر طفل الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى فيها لحتى بلغت وجاه المحيض، لا تخبص لا تخبص. اذا ظليت لا تخبص وتكلم في الدين. حمزه يا صاحب حمزه جاوبني، هل ترضى انك تتزوج طفله عمرها 6 سنين؟ يا اخي دقيقة، لو الرسول صلى الله عليه وسلم رضيان برضى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي. قلت لك انا لو عندي أنا بنت عم وقايل لعمي هالبنت الي. انا اسالك انت يا صديق حمزة، اي نعم، ترضى انك تتزوج طفلة عمرها 6 سنين؟ نعم او لا، بدون لف ولف. لو فعلها الرسول لفعلتها، الرسول ما فعلها. جاءوا اجوا وعملوا سوى بدون خجل. انا شو اقول لك؟ لو الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها لفعلتها. افهم تفاصيل ما بيهمني، ترضى تتزوج طفلة عمرها 6 سنين؟ طبعا لا، لأنه الرسول ما فعلها. أيوة أنت أخلاقك أفضل من أخلاق نبيك. أنت يا كر أقول لك الرسول ما فعلها، ما فعلها الرسول خطبها. لحظة اسكت شوية، أنتوا الاثنين أخلاقكم أفضل من أخلاق نبيكم. حاج بقى تدنس وتدنس مو محتاج. حاج بقى تدنس تدنس، أنت مدنس أنت والله كذاب أنت. طيب انت وينك يا محمد؟ روح اقرا سيره الرسول واقرا خطبته من عائشه، اقراها مظبوط يا محمد. لو تاخذها من الشيعه يا محمد روافض. يا محمد انت صار لك على هالقصه من وقت ما فتحت وصرت تناقش في امور الشريعه الاسلاميه، انه الرسول تجوز وحده بنت عمرها 9 سنين، ما عندك غير هالقصه؟ لا عندي غير هاي القصه، بس هاي القصه اهم حاجه لانها فيها اختصاب الطفوله. دقيقه اسمعني راح خليني اقرا لك الحديث، خليني اسمع وانت اسمع. عائشه رضي الله عنها، لحظه خليني اشرح لك، اجيب لك الحديث الذي ماذا يقول. امكم عائشه رضي الله عنها وارضاها، عائشه تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنه 6 سنين بمكه، متوفى خديجه، ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة. ما بقول لك أخلاقك أنت أفضل من أخلاق نبيك؟ نبيك تزوج طفلة عمرها 6 سنين ونكحها بعمر 9 سنين. طيب أنت خلصت حديثك، خليني لك أكمل مشان كمان المشاهد يسمع. لا أنا ما بقبل لا 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 أنت مسكتها من جنبها. لا لا دقيقة اقرا لي من مصدر فقط، اقبل انك تتكلم. اي من مصدر، هذا مصدر عائشة رضي الله عنها عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين وقيل 7. الكتاب اللي بتقرا منه هلا خلق جايك اخر وبختم لك اياه باذن ابيها، هو البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. ايوه هلا بجيب لك، وهذا اللفظ هو لاحمد، هذا الامام الامام الشافعي، هذا الامام الشافعي حكي الامام الشافعي. اقرا للنص اسمع، ولك باذن ابيها ولكنه لم يدخل فيها حتى كبرت وبلغت سن المحيض وشبت شبابا حسنا، وكانت عائشه تفخر بزواجها منه وهي بكر. لا يوجد حديث واحد، اقرا للنص نفسه. اسمعني وخليني اقرا لك اياه. لحظه اسكت شوي. قال الامام الشافعي، وقد هنأ النساء في هذا الزواج فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. لحظة اسكت شوية، وين قال هذا الكلام؟ في أي كتاب؟ راجع الفتوى رقم 1300. وين قال الشافعي هذا الكلام؟ شو وين قال الشافعي هذا الكلام؟ أنت ابحث، أنت ابحث، ابحث ودور. يخرب بيتك، الشافعي جابوا من الروايات اللي كنت عم تحكيها هلا نقلا عن مين؟ حالك يخرب بيت الهبل.
لك روح انضب روح انضب روح حاج الدنس في الدين روح جايب لي اياه من ينضب. نبيك اللي انضب قبل 1400 سنة وجعل من نفسه مسخرة قدام الناس. الله الله يجعلك عبرة. الله جعلك هلك عبرة. ما يقدر ما يقدر. ربك لو كان قادر علي كان عمل فيه الأفاعيل من زمان. طيب انت يا محمد بس متت وين بتصير؟ أكيد راح أصير للفرن. ليش؟ أصير في الفرن. وبعد الفرن؟ ولا مكان. ولا مكان يا عين عليك. نلتقى في الولا مكان لحتى تشوف الولا مكان على السوا. طيب طيب فرعون 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 اللي الله جعله أيه. لحظة مدامك أنت هلا أثبت أنك صالح ملحد. لحظة اسكت شوية. نهاية دفاعك عن نبيك أنك أنت الآن بدل ما تجي تقول لنبيك كيف اغتصب طفلة عمرها 9 سنوات ها وكيف تزوجها بعمر 6 سنين بينما أنت خجلان أنك تتزوج واحدة عمرها 6 سنين نهاية كلامك تجي تقول لي نلتقي مين خجلان مين خجلان لك مين الخجلان مين خجلان والله عم تحكي وما أنا واثق من حكيك والله العظيم عم تحكي وما أنا واثق من كلامك أنا لو كنت مثلك الآن صراحة كنت أفتخر بحالي تعرف ليش لأنه أنت أخلاقك إنسان أخلاقك أفضل من أخلاق نبيك أنا أدعو المسلمين أنهم يتبعوك أنت على هذا الأخلاق تروح وترجع لنفس القصة وفهمناك أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفسك. نبيك تزوج هذه عائشة تقول اسمع عائشة في الحديث هذه تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 سنين بمكة متوفى خديجة ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة هل أنت طيب. الآن ترضى الآن بعد ما أنت سمعت هذا الحديث هل ترضى أنك تتزوج طفلة عمرها 6 سنين يا أخي في الحديث وفي القرآن في أمي شرحوا لك مضمون الحديث مضمون القرآن انت اللغة العربية هلق انا معلم انا معلم مدرسي انا هلق احكي لك لغة في العربية اللغة العربية ما راح تفهمها ايش انت البارحة كنت ماسك النعال بيدك وتضرب فيه الشاشة حقيقي انت عرفت كيف معلم ايش يعني انت معلم. المعلم بتبوظ الاجيال كلها عرفت كيف اي شاشة اي اضرب اي بسألك انت الان لحظة بسألك الان عائشة بتقول تزوجني النبي وانا ابنة 6 سنين بمكة هل أنت ترضى أنك تتزوج طفلة عمرها 6 سنين؟ طيب أنت بتفهم في الحديث لحتى عم تمسك بس حديث واحد في أحاديث في تتالي في تكملي إذا ظليت تتهرب راح أطلع غيرك يا أخي صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء في 10 أدلة في 10 أدلة وكل دليل اسكت شوية الآن أنت ترضى أنك تتزوج طفلة عمرها 6 سنين قل لي نعم أو لا عندك غير هالقصة على الشريعة الإسلامية لأن نتناقش لأن فهمناك هاي شكرا للخجل العظيم وجعلكم الله من أمة الخجلانين وأنزل عليكم الخجل تترى وبارك لكم فيما أوتيتم من الخجل العظيم يا نهار السود على الحياة مولانا ما اصلا ما تذكر اسم الامام الشافعي قلت لازم اجي بقى ما اقدرش ما هو لازم ضروري طبعا الامام الشافعي لم يذكر هذا الكلام ابدا هو قال وقال انها كانت تتحمل الوطء حينما دخل بها الرسول فقط ايش يعني تتحمل الوطء هي دي المصيبه بقى دي المصيبه دي الكارثه قل لي ماذا يعني تتحمل الوطء هذا اللفظ أطلقه علماء الإسلام حينما لم يجدوا مفرا من هذه الكارثة يعني ابن بطال طبعا أحد شراح البخاري الكبار قال إن البنت تزوج بإذن أبيها ولو كانت في المهد ابن بطال قال ولو كانت في المهد ولكن لا يمكن منها إلا أن تطيق الوطء لسه ما جاوبتني إيش يعني تتحمل الوطء هي دي المصيبة ما هو ما راح أتركك أنت تعرفني يا دكتور ما راح أتركك إيش يعني تتحمل الوطء هذه الكلمة لا أصل لها لا في قرآن ولا في سنة
لم تذكر لا في القرآن، يعني حينما قال اللائي لم يحضن، لم يقل اللائي لم يحضن اللائي يتحملن الوطء، وحينما قالت السيدة عائشة حديث زواجها بالرسول لم تقل أنني كنت أتحمل الوطء. ولكن العلماء والأئمة الأكابر حينما وجدوا الموضوع في غاية الكارثية وضعوا هذا الشرط، هم وضعوه، هو لا يوجد هذا الشرط، لا يوجد لا في قرآن ولا في سنة، لكن هم وضعوه حتى يخرجوا من هذه الكارثة. دكتور خالد، شفت لك انعديت من الشباب، ماذا تعني كلمة تتحمل الوطأ؟ يعني أن تكون قادرة على تحمل الجماع، أن تكون مقاييس جسدها في أعين الناظرين قادرة على تحمل. هذا ما أحد يعرفه، ما هي دي المصيبة، ما احنا دايما بنسأل، ما انت عارف ان انا دايما بسأل السؤال ده، انا بسأل السؤال ما هي مقاييس. كيف انا الان عندي بنية عمرها 9 سنين، كيف اعرف اذا هي بتتحمل الجماع ولا لا؟ مش عارف لأول مرة مش عارف اجيب، لان انا اللي مكانهم دلوقتي، انا محامي الشيطان. انا مش عارف، لان السؤال ده انا دايما بسأله، هل ستجرب؟ يعني هل سيتجرب؟ يعني يجربوها فيعرفوا انها قادرة على التحمل؟ هل كانت شغلات صناعية في ذلك الوقت؟ لا، يا ريت. خيار ولا جزر ولا حاجة؟ لا. لا يا ريت، ما كانش في أي حاجة. وهذه الكلمة كلمة مطاطة، لأنها ستترك الأمر لولي الأمر، لأن ولي الأمر سيقول أنها، أنا أراها أنها قادرة على تحمل الوطء، فيمكن الزوج منها، لان هو اللي في ايده، ما هو دلوقتي الموضوع في ايده ولي الامر، والموضوع ملوش مقياس. سيقول ولي الامر، سيقول الاب انا ارى انها تتحمل الوطء، يلا يا ابني توكل على الله وشد حيلك وادخل بها. يلا يدخل فين؟ يدخل يركب، ما هو الوطء معناه الركوب، ما هو الوطء معناه الركوب، بس ذاك الورك وطء ما فيهاش علاج، شو بتقول؟ ما هو بقى، ما انا مش عارف بقى، يعني هيحلوها لنا ازاي المشايخ؟ وبعدين ما هي دي المصيبه، ما انت عارف ان دي مصيبه، دي كارثه مش مصيبه، يعني ده هم عشان يخرجوا من هذا التشريع حطوا هذا الشرط، وحطوه تحت قاعده لا ضرر ولا ضرار، عشان ما نضرش البنت ان هي تكون تتحمل الجماع، تتحمل الممارسة الجنسية. طب انت هتعرف ازاي؟ يعني انتوا هتعرفوا ازاي؟ قولوا لنا، يلا اتفضلوا. يلا انا وانت يا استاذ محمد بنطالب كل شيوخ الاسلام الان يقولوا لنا ما هي مقاييس تحمل الوطء، نعرف ازاي. هل كان في وحدة قياسات تبع السنتي بهذاك الوقت؟ تحمله متر، زي مقياس ريختر. ما هنعمل، هم يضحك وهم يبكي، مفيش طبعا، مفيش طبعا. وطبعا انا قلت لحضرتك طبعا زي ما ذكرنا قبل كده ان السيدة عائشة كانت اصلا نحيفة، وكانت تقول ان امها كانت تسمنها للدخول على رسول الله، فلم ينفع معها ذلك الا ان اكلتها القثاء بالرطب، او القثاء بالرطب، فسمنت احسن السمن، يعني بقى جسمها اتظبط عشان تدخل على النبي. برضو ما يعرفش المقياس كان ايه، يعني ايه المقياس اللي كانوا حاطينه عشان تنفع. بس هناك بغض النظر عن التسمين، لانك انت لما بتاكل كثير انت ما بتسمن، انت فقط يصير عندك انتفاخ. فشو راح تسمن؟ ما حاب انك سمنت شويه. لا وبعدين بيسمن اول حاجه وين بيسمن؟ لا وبعدين اصل هي، ما احنا مش عارفين السمنه اللي هي قصدها ايه، يعني هي مثلا ممكن كانت تكون 50 كيلو فبقت 55 كيلو. ما فيش هذا الكلام، ما فيش، لا ما احنا مش عارفين هي كانت السمنه كيلو. لا، لان في حادثه الافك شالوا الهودج تبعها وما حسوش بيها، ما يشعرون انها مش جواتها، ما حسوش بيها فعلا. الهودج كم ممكن يكون وزنه يا دكتور؟ الهودج ممكن يكون وزنه قول
يعني مثلا 20 كيلو وال 50. الآن أنا الآن لما أشيل هذا، هذا كيلو، هل راح يظهر لي إذا كان كيلو ونصف ولا كيلو؟ لا. مثلا نقول أنه عائشة كان وزنها 25 كيلو، مش هتبان، مش هتظهر في، مش هتظهر في الهواء. 25 كيلو، عرفت كيف؟ البنية في أي عمر بتكون 25 كيلو؟ يعني كم حجمها عشان تصير 25 كيلو؟ يعني هتكون في عمر 10 سنين أو 11 سنة. ده دي نحيفة. لا ده 10 سنين أو 11 سنة على فكرة، تكون أكتر من 25 سنة كمان. أكتر من 25 كيلو، أكتر من 25. أنت مستوعب الحجم؟ أنت لما تكلمني عن الحجم أنت تتكلم عن ما فيش. فأنها كانت نحيفة جدا. بتقول لك كنت أنام على العجين، راحت تجيب شغلتها، أخذتها نومة. هذا على فكرة هذا الكلام بعد سنوات، مش في يوم ما بنى بها، مش لما اجوا للمدينة. هاي لما قبل هذا الوقت كم كان حجمها؟ حادثة الإفك كان عندها 12 سنة، كان عندها 12 سنة. أقول المفروض على الأقل يكون وزنها داخل في 30 أو 40، ده لو وزنها ماشي تمام، يعني زي الوزن دلوقتي. تصور أمه جالسة تناقش في مثل هذه الأمور. يا نهار أسود. إن إحنا بنناقش إن طفلة قادرة على تحمل الجماع. يا نهار أسود. واحد من أسياد العالم. مساء الخير. مساء النور، أعطني اسم أناديك به. أسياد العالم. لا مش كذبة، اسم. لا مش كذبة، اسم. لا أعطني اسم أناديك به، مش كذبة وهلاوس. لا مش كذبة، مش إذا كذبة. تحب أنزلك، عرفت كيف؟ اسمعني، طيب. اسمعني، طيب. مش ضروري تناديني في اسمي. خلاص انتهى فرصتك. فرصتي انتهى؟ نعم. قلنا لك مش هلاوس. على ماذا تحولوا هذول إلى أسياد العالم؟ وهم جالسين بيتسولوا الحياة من الأوروبيين، من المغرب للعراق كلكم لاجئين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، بتجوا تعملوا 50 قصة عشان يعطوكم الإقامة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. أسعد الله مساءكم. ومساك يا سيدي، يا أهلا وسهلا. أنا ما بدي، لا سني يا أهلا وسهلا. شو بتحب نتكلم يا سيدي ياسر؟ أنا والله ما بحب أدخل في التفاصيل ولا بحب أدخل، لأنه لا شو ما أحكي معك لا رايح تقتنع ولا رايح يعجبك أي حاجة من كلامي. ولا أنت ممكن تقتنع؟ أنا مقتنع الحمد لله. لا أنت ممكن إذا حدا بيّن لك شغلة ممكن تقتنع؟ ما بدي تبين لي، انا ما بدي تبين لي، بس انا بدي اسالك ليش سؤال. طالع معي؟ ليش طالع؟ اسمح لي بدي اسالك سؤال، اسمح لي. عادي اسال. انت ماشي على هذا النظام اللي ماشي عليه؟ لا اسال السؤال، لا تشرح لي. ما بدي اشرح لك، انا ما بدي اشرح، انا بدي اسال سؤال. لا اسال السؤال، لما تقول انت هذا ليس صيغه السؤال، قل لماذا، كيف، وهل، هذا صيغه السؤال. يا سيدي لماذا تشتم الله ورسوله؟ هذا سؤالي. أنا ما بشتمه، أنا ببين لكم أخلاق إلهكم وإخلاق أخلاق نبيكم فقط. لماذا يعني ليش تشهر؟ ليش ما تضلها بنفسك هاي لك الشغلة؟ لا ليش؟ لأنه هذا موجود في القرآن، لأن النهار بتقروا في التراويح، وموجود في الأحاديث، لأن هذا بتدرسوه في المساجد. كل احترام، كل احترام، أنا مش مقنع
أنا غير مقتنع في شيء معين، ما بشر بخليه بيني وبين نفسي. لا أنت لا ما بتخلي، لو أقول هذا الكلام لإلهك إنه هو ما كان مقتنع بأنه الناس لا ما يعبدوا، كان يقدر يحط رأيه في عنده في اللوح المحفوظ وما ينزله على الأرض. وكان نبيكم، عرفت كيف؟ ليش شهرتوا؟ أنتوا اللي شهرتوا مو أنا. على فكرة أنا بحياتي ما كنت أعرف النبي محمد. الله الله ياسر لحظة بتكلم. أنتوا جيتوا فضحتوا عرض نبيكم، بيّنتوا الكتب وطبعتوا الكتب ونشرتوا الكتب، فعرفنا ماذا كان يفعل هذا النبي. وأنا وإلا أنا واحد جاء بعد 1400 سنة، منين نعرف أنه نبيكم نكح طفلة عمرها 9 سنوات؟ منين نعرف هذا؟ أنتوا أنتوا اللي فضحتوا نبيكم. هذا هذا السؤال، هذا السؤال اللي يعني اللي بتسأله هو نفسه، ما في عندك سؤال ثاني ولا عندك أي استفسارات ثانية غير إنه نبيكم نكح 6 سنين و9 سنين. صح هذا كلام صحيح ولا لا؟ ليش تقول الحال؟ إن الله إن الله إن الله يقول للشيء كن فيكون. ياسر ياسر، هل نبيكم نكح طفلة عمرها 9 سنين ولا لا؟ لا تسألني هيك سؤال، لا تسألني هيك سؤال، لا تسألني هيك سؤال. أنا بس سؤالي لك، أنا بس سؤالي لك، ليش تشتم الله ونبيه؟ أنا ليش ما تخليه بين نفسك؟ ليش ما تخليه بينك وبين نفسك؟ أنا ما بشتم يا عمي، أنا مش إنسان شتام. شتام هو إلهك اللي بيشتم الناس بينه وبين قحبة وحمار وكلب وحيوان وأعمى وما أدري شنو. إلهك واحد شتم، أنا ما بشتم. الله يعلم، الله يعلم ما لا نعلم، الله يعلم ما لا نعلم. ياسر جاوبني، هل نبيك نكح عائشة في عمر 9 سنوات ولا لا؟ الله أمر بذلك، الله الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. لحظة لحظة، الله هسه الله هسه قادر يخليك توقف على رجليك كما كنت. ياسر لحظة، الله هسه قادر يخليك توقف على رجليك كما كنت. ياسر، هل نبيك تضحك؟ انت بتضحك لانك انت مش راح تقتنع. لا 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 لا، هل نبيك نكح عائشة في عمر 9 سنوات؟ قل لي نعم ولا لا. نعم بأمر الله، نعم بأمر الله. إذ أنا ما نعم أنا ما بعمل شيء، ما بعمل شيء غير أني أجي أقول لكم يا جماعة، ترى هذا النبي محمد اللي أنتم شايفين أنه هو إنسان عظيم وأتى لإتمام مكارم الأخلاق نكح طفلة عمرها 9 سنوات. وعشان أكمل لكم الليلة أقول لكم عمل هذا شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. والله أسألك بالله، أسألك بالله توفى تندم. لحظة يا توفى تندم عما تفعل. بتكلم لسه بتكلم، عرفت كيف؟ أنت الآن شتمت نبيك، أنت الآن جعلت من نبيك واحد ناكح لعمر الطفل عمره 9 سنوات. أنا شو دخلني؟ لما رب العالمين اللي هو ربي وربك يؤمر أي شيء راح يكون، وربنا إرادة ربنا اللي يعلم فيها غير عنك أنت، غير عن أي واحد ملحد. أنت رب العالمين، رب العالمين يعني أنا مش رب العالمين. لا تقول أنت رب العالمين، أنا مش رب العالمين. ياسر ممكن تخلي الواحد يتكلم؟ تكلم أنت، بتتكلم رب العالمين. رب العالمين حاطط راسه بين رجول النسوان مش قادر يطلعها، مرة ينفخ في فرج مريم ومرة يؤمر النبي الله يا رجل. اتق الله، خليني أتكلم. اتق الله، اتق الله، خليني أتكلم. أوكي، مرة بيدخل راسه في يعني بين فرج مريم وينفخ جواته، ومرة بيدخل راسه بين في بين أفخاذ عائشة ويطلب من النبي محمد وينكحب قضيب المقدس، عرفت كيف؟ هذا الإله شو هو يعني؟ أنت هذا الإله بدل ما يروح يطعم الفقراء، يطعم المساكين، يساعد الناس المحتاجة، همه الأكبر إنه كيف إنه النبي محمد ينكح طفلة عمرها 9 سنوات؟ هل هذا تتكلم إله تتكلم برأيك؟ مين اللي خلاك تتكلم هسه؟ كيف تتكلم أنت لحالك؟ بنيت حالك؟ لا، رب العالمين اللي خلاني أتكلم. تمام، أنت معترف إنه في رب العالمين خلاني أفضحه وأفضح نبيه. لا والله، والله سوف تندم. ندم ندم يوم والله سوف تندم. تعرف إنه رب العالمين يا ياسر، ياسر يوم ما رب العالمين أعطاني يعني نعمة النطق، الآن تعرف كل يوم بيعض أصابعه من الندم. لا والله خلاص أعطاني هذا الشيء ومش قادر يأخذه مني. ربنا أعطاك نعم نعم وأنت استغليتها
وانت استغليتها باشياء غلط. انا استغليتها وعملت عليها انقلاب. لا 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 بس والله سوف تندم. والله هو اللي ندمان. استحلفك بالله انك ترجع اللي بتسويه قبل فوات الاوان. استحلفك بالله لو هو يجي، لو هو يجي ويستحلفني، استحلفك بالله قبل فوات الاوان ترجع عما تفعل. اذا هو يجي يا ياسر اسمع هذا الكلام، اذا يجي وعد مني، اذا اجى وطلب مني قال محمد صالح ترى انا غلطت في حقك، ترى كنت يعني عامل حساب انك انت راح تطلع شيخ وعلامه وكذا وتجيب لي بس الدنيا كلها، خليني اتكلم وانا كنت غلطان وانا ما راح اجيب لك هذول الصعاليك يسبوك، ارجوك ترى قبل فوات الاوان اندم. اقول له خلاص يا رب العالمين طالما انك انت ندمان انا كريم والمسامح كريم، ونجيب جورج قرداح ونعمل احلى برنامج ونخليه ينبسط هو كمان، واقوم احضن وابوس بين عيونه واقول لا تثريب عليك اليوم فاذهب فانت من الطلقاء. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. مين انت تيجي ينزل مش هاي التفاهة اللي هو فيها؟ لا 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 اذا الدنيا ما بتساوي جناح بعوضة ليش عامل كل هذه المجرات؟ شو هذه التفاهة؟ لانه هذه متاع قليل، لانها دنيا فانية. لحظة دنيا فانية ما بتساوي عنده جناح بعوضة، ليش مشغل نفسه بهاي التفاهة؟ لانه نزلنا على الدنيا اختبار عشان يطلع ناس مثلك يحكوا زي هيك. وبالاخره تعرف العذاب اللي من ربنا. ياسر مش بالصوت، ليش ما كان يعرف نتيجة بده يعمل اختبار؟ انت ما بتعرف شو انت ليش ربنا خلق انس وجن؟ هو اذا هو ليش ربنا خلق انس وجن؟ ياسر هو كان يعرف النتيجه ولا لا؟ اكيد لا شك. اذا بيعرف النتيجه شو هي التفاهه اللي هو فيه بده يختبر؟ لا 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 وهو يختبر النتيجه. طب لا تشتم الله يا زلمه، انت بتعترف وجود الله. انا اقول شو هي التفاهه اللي هو فيه؟ انت شتيمه. لما بتقول له هو يعمل اختبار كانك تجي بتقول له هو واحد تافه. طب ما هي اختبرك وطلعت انت التافه، معلش يعني. لا طلع هو التافه. لا 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 هي اختبرك مش هذا اختبار، مش انت نزل على الارض وخلقك. اذا هو بيعرف النتيجه فهو كائن تافه، اله تافه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا تشتم، لا تشتم، نصيحه لا تشتم، مش لإلي، مشانك، مش لإلي. انا ما بهمني، في رب بحاسبك. ما يقدر. بس لا ما يقدر. انا ما اسمع قلب ايش بعلم الغيب، إشي بعلم الله. عندي انا هاي المعلومات ما بيقدر يحاسب. شو دليلك انه ما بيقدر؟ شو الدليل انه ما بيقدر يحاسبك؟ شو دليلك؟ لانه بخاف. طب تاخذنيش بالكلمه هاي، انت اللي فهمته انه في عندك يعني الله يشفيك في عندك شويه اعاقه مزبوط؟ صح والله. مين اللي عمل فيك؟ ياسر. مين اللي عمل فيك؟ ياسر انا تقريبا فقط راسي اللي بيتحرك وهذا الايد تقريبا. الله يشفيك يا سيدي، الله يشفيك. لانه انا مو مريض. طب مين بيشفيك؟ ما في حدا بيشفيني. طب مين عمل فيك هيك؟ مين عمل فيك هيك؟ مين عمل فيك هيك؟ الفيروس اسمه بوليو. مين خلق الفيروس؟ والله ما ادري، فيروس ثاني. ابو امه. ابو امه؟ اي طبعا. طب مين خلقك انت؟ ما عندك اي علم. تحب احكي لك مين خلقني؟ اه. تحب تسمع القصة؟ من دون شتيمة. من دون شتيمة. لا والله بدون شتيمة. تحب تسمع القصة؟ تفضل. قبل سنوات طويلة، قبل عقود طويلة، كان الوالد يعني حفظه الله ورعاه اجا، كان جاي من الشغل، اشترى كيلو بقلاوة. احنا كان بنحب البقلاوة في العراق. اشترى كيلو بقلاوة، اجا للبيت شاف الوالدة مهيئة حالها ومشغلة الشمع وحاطة الأكل وكذا. طبعا الوالد سريع سريع ضرب نص كيلو البقلاوة، ثم راح أخذ الوالدة وراح للفراش وكذا، والله يعطيه القوة والصحة والعافية، عمل اللي عليه، انبسط وانبسطت الوالدة، ثم طلع من الغرفة وبعدين أكل نص الكيلو البقلاوة الثانية. بعدها بتسع شهور بالضبط أنا جيت. هيك أهلا وسهلا فيك، شرفت يا سيدي. يا أهلا وسهلا، كل يوم تعال. بس هيك انت حكيت في يعني من صيغه كلامك من ضمن الحديث اللي حكيته الله يعطيه الصحه والعافيه. اي والله يعني ذكرت يعني ذكرت الله في موضوع القرار هذيك الليله.
ذكرت الله في الموضوع. لا ننسى أن نتقدم بالشكر وفائق الشكر والعرفان والجميل للمعجنات اللي عملوا البقلاوة. البقلاوة اللي جابتك يعني؟ مش الوقت جابني بس تشجع أكثر بالبقلاوة. يعني لولا البقلاوة ما جيت أنت؟ لا كنت جيت بس يمكن ما أكون حلو بهاي الطريقة. أقنعتني. يا أخي أنا أستحلفكم بالله شغلة واحدة بس، بدك تحكي اللي أحكي اللي بدك إياه، بس لا تشتم الله ورسوله. لا تشتم الله ورسوله. أنتم بتشتمون الله ورسوله. لا ما بنشتم الله ورسوله. لا بتشتمون الله. لما تأتي وتقول لي إنه إلهك ها أمر بنكاح طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، كأنك تجي بتقول لي إنه إلهك واحد عديم الأخلاق والتربية. أنت بجوز أنت هسه وأنت تحكي يبعث ملك الموت يخطف روحك وانت تحكي بإرادة الله إن شاء الله. طبعا بإرادة الله هذا ما يقدر. لا بقدر. ربنا يمهل ولا يهمل، ربنا يمهل ولا يهمل. بس هو هملني. لا ما هملك، انت هملت نفسك، انت اللي عملت بنفسك. لا هو كان عنده خطة أخرى إلي. هو كان يعتقد أنه أنا لما أدرس الشريعة وبعدين أجي أصير إمام مسجد وأجيب له ملايين الناس لدينه، بس ما عرف أنه أنا بعدين راح أجي أطلع على التيك توك والصوت يوصل لملايين الناس وأبين كل الفضائح اللي عملوا في القرآن. عشان يعني أنه ربنا راح يسمعك من تيك توك ولا راح يسمعك ولا راح هو بيسمع في التيك توك. إيش عند ربنا أصلا هو ما بيدخل باسم الحقيقي. انت انا بس يعني قبل ما اطلع يعني انا بترجاك انك لا تشتم الله ورسوله. يا عمي ما بشتم حدا، انا افهم. والله بتشتم. انا اللي خلاني ادخل معك انك تشتم، بس انا ما بشتم. الشتام هو الله سبحانه وتعالى. بيش بشتم الله سبحانه وتعالى؟ يعني مره بيقول عن الناس كلب، مره بيقول عنهم حمار، ومره بيقول عنهم بهايم، ومره بيتنمر على المعاقين ويستخدم اعاقتهم لمسبه الناس، ومرة بيقول عن واحد من شرموطة. شو هذا؟ لا هذا منك، هذا الكلام منك. مو مني. هذه الألفاظ، هذه الألفاظ السوقية. هو هذا الألفاظ السوقية منك فقط. لحظة، هو قال عتل بعد ذلك زنيم، كما قال الإمام الحافظ المحدث العلامة المؤرخ المفسر إسماعيل بن كثير الدمشقي، قال أن الزنيم هو يأتي غالبا لمن يكون ابن زنا، ولأنه هو شر الناس. لا مش الناس كثير بتحرف على كيفها طبعا، والشاطر اللي بده يحرف على كيف في القرآن. كلام الله واضح، كلام الله واضح والقرآن واضح. كلامه انت راح تقرأ من عندك، يعني بجوز تألف لي آية هسه من الشارع وتحط لي اياها آية، يعني عادي. هسه بألف لك أي من الشارع وبحط هذا بدك. يعني عادي، أي واحد بيقدر يألف من القرآن. جيب لي آية من الشارع. لا يا عمي ما بألف أي من الشارع، أنا قدوة القرآن، الله ورسوله، هذا اللي ماشي عليه. نحن نقرأ قرآن مع بعض؟ مش راح أرد على قرآنك، أنت مش مقتنع في قرآني يا عمي. مش راح تجيب القرآن وأنا أقول لك افتح الصورة هذه واقرأها. شو بدي يعني استفيد لما اقراه وانت مش مقتنع اصلا؟ غير مقتنع. ممكن اقتنع. لا انت تفسيرك لهذه الايات اللي اقول لك عليه اقراها. انت بتفسر على كيفك، يمكن تفسر على كيفك. انا ما راح افتح تمي، انت تفسرها بالطريقه اللي تناسبك. انت فسر لحالك. خجلان تقرا القران قدام الناس؟ لا مش خجلان. انا بقرا القران. جيب القران وانا وانت نقرا مع بعض. يا عمي انت مين؟ انت قرأ القرآن؟ مين انت قرأ القرآن؟ ياسر روح جيب القرآن وقرأ، نقرأ مع بعض عادي. فكرة انت لما تضحك على حالك، تضحكش علي يعني. لا فكر. لا جد انا اقول لك روح جيب القرآن ولا وانت نقرأ مع بعض. اقرأ لي انت القرآن، عندك مكتبة طويلة عريضة وراها، هي شايفها وراك. ليش حطها وراك؟ روح جيب القرآن وأنا وأنت نقرأ مع بعض، ولا ما بتعرف تقرأ قرآن؟
لا الحمد لله أنا ختم القرآن أكثر من مرة. الحمد لله رب العالمين. حافظ شيء من القرآن؟ الحمد لله رب العالمين حافظ. ما بس ما بقرأ لك. ما بقرأ لك. ما بقرأ لك. أنت بدك تسمع كلام الله لتتمسخر فقط. بدك تسمع كلام الله لتتمسخر. أنا ما بدي أتمسخر بس أنت عندك قدرة إنك تقرأ القرآن قدام مثلا من 2000 شخص بدون ما القرآن يصير مسخرة؟ أنا ما بقرأ القرآن لواحد مثلك بس عشان تتمسخر. مو لواحد مثلي، أنا الآن بعطيك فرصة ذهبية. تقرأ القرآن قدام مثلا من 2000 شخص. مين أنت تعطيني فرصة ذهبية؟ مين أنت؟ أعطيك فرصة كل شخص في هذا البث ها بيستمع لك للقرآن، أنت بكل حرف أنت بتقرأ راح يوصل لك 10 حسنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اللهم صل وسلم عليه. آيات كثيرة قدام الناس قديش راح يجي لك حسنات. اللهم طب اقرأ أنت، خليك تأخذ حسنات أنت، أنا بدي حسنات إلك. لا لا أنا أريدك تقرأ أنت تروح تجيب القرآن. أنا حاب الحسنات إلك. لا مو أنا لازم تعرف الفكرة، الفكرة أنك تقرأ القرآن قدام الناس. يا عمي طب أنت هايم قدام الناس، في عندك أكثر من 2000 متابع بشعدين بيشوفوا بيحضروا فيك، اقرأ أنت. اقرأ أنت اقرأ. طيب أبشر ولا يهمك أنا راح أقرأ. أوكي. اعتبرني أمي لا أفقه القراءة واقرأ أنت. خلاص طيب شكرا لك ياسر. مساء الخير. مساء النور يا هلا. كيفك استاذ محمد؟ انا بخير. مين معي؟ معك محمد. يا اهلا وسهلا سيد محمد. سني ولا شيعي يا محمد؟ سني. طيب يا محمد حبيبي عن شو بدك تتكلم؟ الله يسعد مساك حبيبي. والله على اول شيء بدي اعلق موضوع البقلاوه. شاهدني اكل بقلاوه والله يا استاذ محمد بلل، بس المسكرين المحلات والله معلش. بس المهم كسبنا شوفتك الحلوة مثل البقلاوة. شكرا حبيبي استاذ محمد. وأنا والله حابب بس هيك كمان، أنه حابب بس تخفف شوي العيار على سيدنا محمد وعلى الإسلام بشكل عام، يعني عرفت يعني ممكن بعد الحديث والروايات اللي حكيتها أنه شوي تزعج المسلمين، عرفت تزعجنا بشكل عام، لأنه إحنا ما عنا هالخلفية الثقافية الدينية القوية اللي نخرج الرد عليها فيك. طيب أبشر ولا يهمك. ماشي حبيبي أستاذ محمد يسعد مساك ويعطيك ألف عافية. محباتي لك. يعطيك العافية.